من الحناية. Come here. Come, come, come. Look at me now. You will go with me, huh? No. Why? Because I cannot. You can. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتم؟ شمسيتم؟ أنا أبوي بخير وسهالة. عاد هل يقول نتخبر عنك؟ أنا بخير. ولا أشكو من باس ولله الحمد. انزين. أخباري طيبة وعلومي زينة وكل شيء زين وفوق العين زين. جلست عاد الحين قدام هالبيت ما يندرى من بيته، بيت مبروك ان شاء الله كان يدين تراوالي، وقدام بيتهم هالحديقه الفنان كملهم الاجر، ورقم بيتهم بعد 2. شوف انت ريلي ما تصير حتى عند البيوت اللي ارقامهم مميزه. رقم 2 وينه؟ اي والله رقم 2. شوف انت جريت والله مسافه شويه ما بهينه، قلت اريح الحين استراحه محارب يسمونها. والله راد قط هالبيت اللي قدامها الخضره كل بي 90% من بيوت فريجنا فرجانها محمد بن زايد، يعني كلهن قدامهن زراعه. تقسيم الاراضي حطوا لهم مكان للزراعه تقريبا 40 فوت يمكن لو 50 فوت. يعني روح هذا مكان اروح ابني بيت. ما يفاتنون علي يقول هاي جايه توحانه وجايه مظلمه. ما عليه سامحوني. أقولكم أبوي اللي في مكة واللي في المدينة، ترى المدينة أبوي كلها حرم ومكة كلها حرم. الله الله في عماركم عن الترصيص وعن المدافر. هنا أنت أبوي الله الله في عماركم عن المدافر، وما شيء كالف أنكم تدافرون تسيرون، ما بضروري توصلون الحرم، ما بضروري تشتلون عماركم. شايخ السعودية على الله يحفظهم ومطاوعة تقال أبوي اللي ما يحصل مكان في الحرم يصلي قدام الحرم ولا في الأطراف، كل حرم. نحد راسكم من هاي المتابز، والله تغدوا من صيد من صيد امس وتصيروا من تيس عماركم. بيدفنوكم الا هناك ترى، بعد زين المكان هناك. والله شيء من هنا الحريم الوحده تتفع عن اربع من حريمنا نحن، والله يندح ركب بكتفه تغدي من صيد امس. الرمس موجهه حق اللي سايرات البارح ولا اول البارح ولا قبله ولا ناويات يسير انا الحينه ولا اللي هناك عندهم ابوي خبره. ابوي اللي هناك عاد وحليفه كذا مدفرات لين قال لنا التوبه اللي داق اللي راد معاطينها يمع واللي داحينها على ظهرها والدنيا مطرجه. ويا نحاتي هاي توهن سايرات المبزايات هاي اللي كل وحده ابزه على الثاني. هي ها تحملين هناك ما شيء لعبه. هاي اللي يمشن على البيض ولا يكسرنه هاي ابوي هاي تحملن على عمارك انت وكنت لي سايرات من ثلاث ايام. يمكن سايرات كم ودي، لكن الودي هاي ابوي بزودها مكه سبحان الله شرف الله. الزحم اللي موجود في مكه العشر الاوائل هاي ما وصلن. اني من دسان بين هالزراعه ما يندرى هذا. اظنك قص علي الحين الخروف يا سسول. يا ربي منو ظنك؟ منو انت عاد الحين؟ انت منو؟ عليك السلام ما شاء الله ما شاء الله عليك. حسن بن علي بن الشيخ رميثي والله والنعم. يا ربي متى عديبك انت؟ من سنه كم؟ من دين زايد كم من سنه حينه؟ 40 40. كل حد يشوفني يقول لي انت ليش كم حد شافك تقول لي 40؟ كنت وين كنت؟ في مغاره ما حد شافك هالسنين كلها؟ يطروني انا هي، لكن انا حين المشكله. الله يحفظك ويبارك فيك يطيح لك البركات. انتوا هني يراننا؟ هذا بيتي انا عقرب. الله يطول بعمرك يحافظك. ترى ها كل ياس اصورك انا. يا مرحبا ما شاء الله. عاد السالفه الحين برد عدها من يد جديد. يعلك فداعته الله يا شيخ. الله يحفظك. الزحمه السنه اللي موجوده في مكه اضعاف عن كل مره. العشر الاوائل زحمتها اللي تشوفونها الحين اقول لك امس يوم نحن هناك الصحن كبره. وين الطواف؟ حرام ينف وقف الصحن. وين الناس تطوف؟ ما حد يروم يطوف. وقف مره ما يفتر حتى فوت واحد. متعارف علينا العشر الاواخر تغدي نفس الزحمه هذه. يا غير المره هاي يعني شيء مهول تبارك الرحمن، هاي العشر الاواخر شو بيستوي؟ يا الله يا رب بحق هالوقت الفضيل، قرب يا هذا وقت الحين استجاب الحين هالدعاء انك تحفظ كل مسلم وين ما جب الويه يا رب العالمين. ابوي ليه في الجبهه وتحفظ ابوي ولاه امورنا، وليه في خارج الدوله وليه تعالجون وليه في السفارات وليه في القنصليه. ان شاء الله الدكاتره والنرسات والدريوليه والبشاتير والعمال والساير والياي وتحفظ امه محمد اجمعين.
والكبار والصغار والساير والياي واليالس والواجف يعني والراقد والواعي. يا الله يا رب تحفظ الناس كلها ان ما تسمع حد مكروه بعياله. شو رايكم بس علي؟ تعالوا اليوم ما خبرتكم وين بسير، اليوم بسير مستشفى بارجيل. مستشفى بارجيل اليوم بسير. ابوي حبل يصيروا للناس اللي ما بصاحين شيء، ابوي فوق مطعم كم كبره وشي خيمه رمضانيه، لا فامت لا اله الا الله، خيمه رمضانيه كم كبره ابوي الخيمه الحلب الفريج، الفريج اللي في مستشفى بارجيل، ويونها بعد اللي زايرين المرضى والمرضى روحهم والصاحي كل حد ابوي يصير. كان انا شايفن من زمان عندهم قبل شهرين تقريبا او شهر ونص، ضروري ارويكم اياه شيء قسم ما تقول انت في مستشفى. شفت السويتات الملكية اللي في الفنادق 7 ستار هالنمونة، شيء مكبت في خاطري. إلا شاوريتهم قالوا إن شاء الله كل يوم، ولا خلاف حسب ما تختلف السالفة. شاوريتهم قالوا ما عندنا خلاف، كان بصور ما عندنا مشكلة. حقك عمر، حق عمرك يعني؟ قلت هي نعم حق عمري. قالوا ما كذبت عادة أنا التصوير حقك أنت شو تباه؟ قلت أنا باه حق عمري يعني، أنا عندي مال سناب شات والوادم ربعي اللي يوزلي بيوزلهم وبرويكم المكان. وانا ابوي جلست الحين ارمس وياكم عزة الله بيخاطب علي الوقت، وحين باجي فتشت والله فتشت تقريبا 2 كيلو ان شاء الله اني اوصل قبل ما يد. هذا مسير عادي له اسم مسير فريجنا. شوف هالمسير كل يوم هالوقت اتي وتجسم على العرب من غير الخيمة. ها الخيمة اللي هناك خيمة كبرها يبسون بي عيالي. هالسيارة ما شاء الله عليهم يجسمون على الواتم كلها. هب الله هي كذا سيارة يتي. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ الله يسلمك يحفظك، كيف حالك؟ الله يسلمك، انا صورتكم عاد من بعيد عاد لكن ما تبينين. يعني الله يحفظك. الله يسلمك يحفظك ختير. يعني الله يبارك فيك ان شاء الله على كل اللي تسوينه زين. تضرينهم تضرينهم يعني، يعني ان شاء الله تتعبين في عرسهم ان شاء الله. يعني الله يحفظك. يا ابوك وين بي العمر هاك الايام يوم بيعرسون عيالك كدنا ابوي على كراسي. يا الله يحفظك يعلكم في داعه الله. حليلكم ابوي يعرفوني ما يدرى عاد ممكن يعرفوني حليلهم. ما تقول انك بتنقطع عن الفطور ما بتلقط تاكل ولا شيء؟ ها وجبات مره وين ما تصير، وين معر الارصفه قدام البيوت وين ما تصير كل شيء محطوط. سلام. اي ما تقول في خاطرك انك بتصير مكان ولا بتخط في مكان بتلقط الدنيا مقطوعة ما شيء أكل لو شيء. وين ما تصير الصمتات، وين ما تصير بوي الصمتات مقطة. تعال صرط أنت واللي وياك مثيك في الطوفة وطرج ما عنك ناشد يا علي بن راشد. تحيدون هالصرمة اللي قلنا عنها قبل للعام بلي الطعام. شوف ما شاء الله، شو تبارك الرحمن بعدها تغدي أكبر عن هالحجم بلي طعام. واللي ما يعرفون الطعام بلي نوى، واللي ما يعرفون نوى عاد يدوروا لهم إدار ويرضخون راسهم فيه. هي نعم طعام ونوى بعد ما تعرفون شو اسوي. وعلي عنك يا العيوز، وعلي عنك يا العيوز. جديمك نديمك وحليلك وحليلك يا سيارتي. الجديد حب الشديد، الجديد هناك ابوي مخدر. هاك اللي يقولون عنه مخدر مبورقه، مخدر مبورقه ابوي ورق مدسوس الابيض ابوي مخدر مبورقه. واللي يسوقه لطيف يمشي وما ادري ايش قايل رقبه. ايش التحرر انتم؟ النسمو خلاص احنا من ينسمو نسيت كل موتر في الدنيا، من عقب النسمو بلا تركب موتر. من عقب ابوي شيخ المواتر لا تدور موتر في الدنيا. زين بس علي ها؟ طال العرجات اصل العرجات ها؟ هذه الصالق. زين برش عمل قطره ما وبسير عاد افطر بنام صخلات. شو تسوي؟ أيوة ثانك يو. أنا نسيت أخبركم بكرة وين بسير. أنا ساير دبي ثاني باكر بيس الخميس، بفطر الخميس بيتكم خالي محمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن خدية. أبوي أتغدى أنا قلت قبل شوية؟ الله أعلم فطور ترى كان غلط في المسج اللي قبله الله اللي يعلم. بسير فطور أبوي عنده بيتكم خالي محمد كل المطاعم. بفطر على الله يحفظكم عندهم وبعين من الله خير. وعقب ما صلي المغرب ان شاء الله بتكون تفيزيرتي كلها في المزهر، بتكون تفيزيرتي كلها في المزهر الخميس واليمعه والسبت. الخميس بفطر في ند الشبه، واليمعه والسبت
فطوري في المزهر. الرياضة يوم بكرة الخميس ما بسوي ولا شيء، باخذها راحة. زين الجمعة، الجمعة شيء جري، والسبت شيء جري. وإن شاء الله السبت إن شاء الله أعتقد إني بصلي التراويح في أبو ظبي. العلم عند الله، لكن أعتقد 90%. وبس كنت أخبركم زين. والبرنامج اليوم مال مستشفى بارجيل ترى بيكون وايد فنان، في أماكن ما حد شافها ولا حد تصورها. أقول لكم شيء مهول، شيء زيق. ما تقول أنت في أصلا زين، يوم طاعوا ويخلوني أصور حب خشوم يعني. لكن الحمد لله المكان اللي بصور ما في حد، يعني مش ما في مرضى ولا شيء. تبلي هذا الواد وتسيل لازم حجز، مثل ما يحجزون يعني في الأماخن، الأماخن في الأماكن هاي المنتجعات، وهذا شيء يسمونها سياحة علاجية أو علاجية. تعال ياي، تعال تعال، تعال يا شيبة، تعال ارمس قول كلام. سلام عليك. شو تغديت اليوم؟ بوس. شو؟ بوس. مجبوس؟ لا لا. بسم الله. شو تغديت؟ قل تونة. تونة؟ ويا خبز ولا ويا عيش؟ عيش. ايه صايم انت اليوم؟ لا حزابة. على تعبان انت وايد من الصيام صح؟ صراحة؟ هدريبك وايد تتعب من الصيام. سويت الصبح اليوم رياضة؟ الصبح. لا خليها اول. ايه. تعال يا تعال. بتصير وياي خلاف مستشفى بارجيل؟ إيه؟ خيمه رمضانيه. إيه؟ صارات عندهم الدنيا والدين. المشكله ما شي مشكله. يلا بزهبي خلي بيس. انت شو بتسوي؟ انت بتصير بيت بدريه. إيه؟ زين بنياس. إيه؟ 10 تكون عندي. لا لا ما عليك منها. الساعه 10 تكون عندي، الساعه 10 ونص 11 ان شاء الله بنكون هناك. لا 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 تزهق. هي لازم رياضة حق. لا تنسى طالع جاي. من طالع من يكلمك الحين انت؟ هي انزين لا تنسى. يلا يلا ما شاء الله. ابوك انا قادي عدالي قدار عدار كبده هالكبير ما شاء الله. بعد بتكسر يعني يعني تكسر. الى الله يحفظك يبارك فيك. تواصل وياك قبل على السناب صح؟ اي نعم. بخصوص شو كان؟ زنجر. هي والحمد لله هينا مسهرين طبيعي. شفت فنان صح؟ نعم. هذه واحد والله ما شاء الله. الجيم بعد ما نزور اليوم خلق الله ما خرج. ما بايدين وايد شارك البارحه توهم على بايدين يطورون اللي يفرم التراويح اللي ما ادري شو. ها مرحبا. هلا هلا علومك كيف انت؟ ريول عندك؟ يلا يلا شد حيلك شد حيلك. يلا غايته؟ بس غايته. شد حيلك يلا. الله يعطيك العافيه. يلا باي باي. صلاح بنسير؟ وين؟ وين بنسير؟ 66. لا بارجيل 66. سيارتك ولا سيارتي؟ سيارتك ولا سيارتي؟ انزين يلا. ها اسد يلا الحقونا انتوا. ها يلا. هي 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 صلاح شو يقول لك هالرجال؟ مرحبا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك؟ يا صلاح شو اخبارك؟ ها يعني الله يحفظك. التصوير في حسابك مره ما بعظمك حقك على الطبيعه انت ابوي شيخ الشباب. يعني لك تسلم يحفظك رب العالمين. يا شيخ والله يا ابوك يا التصوير مره ما بعظمك حقك على الطبيعه تبارك الرحمن. زين شجعتنا انت. يعني لك تسلم. بارك الله فيك. يعني لك زين هالكلام. يعني الله ييسر امورك ويحفظك يا شيخ. جميعا يطول جميعا يحفظك جميعا جميعا.
من الله سبحانه وتعالى يسر لي الأمور وياه أبو أحمد معالي مانع سعيد لعتيبة هروح في مستشفى باردين هروح الخيمة الرمضانية شو قلت لكم عنها بصراحة الحين أبوي متفيزر داخل تشرفت بشوفك والسلام عليك دكتور ياسين ضروري نعرف الحين المتابعين من دكتور ياسين ضروري كل حد يعرفك الله يطول عمرك المدير التنفيذي الطبي المستشفى بورسعيد هذا والنعم الله يطول عمرك واستشاري امراض الكلى وضغط الدم والنعم والحقيقه طبعا مستشفى بورسعيد مجهزه باحدث التجهيزات الطبيه واحنا مثل بالتطور الطبي اللي حاصل في اماره ابو ظبي ودوله واخبرك وبشرك ان الحمد لله هذه بدايه ان اماره ابو ظبي تكون عاصمه السياحه العلاجيه في الشرق الاوسط ان شاء الله سمعت عن هالموضوع دكتور على هالأساس أنا جاي أروي الجمهور السويتات والسكن اللي متاح للعالم اللي بيجون للسياحة العلاجية. نرحب بكل المواطنين وبنرحب بكل الإخوة من دول الخليج وكذلك من الدول القريبة وعندنا مجهزين كل شيء من كل درجات الإقامة وكذلك كل التخصصات الطبية. نعم. وعندنا متخصصين من أوروبا ومن أمريكا ومن كل أنحاء العالم في جميع التخصصات. ماشي. الحمد لله الحمد لله خلي المستشفى بارجيل ما شاء الله غني عن التعريف من وقت ما تأسس تبارك الرحمن الحمد لله الله يحفظكم وجيت بعد عبد الغفار ولد حياة عبد الخالق الخوري صديق قديم وهذا عاد محمد عاد هذا اللي تشوفونه هذا صديق الطفولة وقت الدراسة مدرسة الكندي من صف ويا قوم يونس ويا الشلة كلها تريج واحد ترى أنا كنا صورهم ما يدرون يشوفوني ولا ما يشوفوني هذا يا شباب ترى صورتكم ما عليه ها صلاح علومك مضبوط دكتور انا اول ما عرفت قبل ما اعرف هالشباب عبد الغفار وعرف عبد محمد عرفت حياة ابوهم حياة عبد الخالق شايف انه في ميونخ في ميونخ كنا ساكنين في فندق الهوليدي ان 30 سنة هي 33 كم لك في ابو ظبي الحين دكتور 30 سنة يلا من وقت ما تلاقيت ويا حياة عبد الخالق انت جاي ابو ظبي دكتور ياسين شو اللي يميز مستشفى بارجيل عن باقي المستشفيات والله مستشفى بارجيل بتعتمد على عمل الفريق يعني اي مريض محتاج اكثر من تخصص يجتمع الاطباء ويتناقشوا في حالته ويحطوا الخطه العلاجيه المناسبه لعلاجه وتوفر طبعا كل التخصصات على احلى مستوى في اختيار الاطباء واختيار الاماكن اللي بتقوم بها العمليات الجراحيه طبعا بيتم في نطاق الفريق وفي نطاق الجو الطيب واحنا طبعا بندعو كل المرضى بدل السفر للخارج والعذاب اللي بيشوفوه والغربة وتعطيل الوقت والعمل بندعوهم لزيارة المكان وكذلك للتعرف على الخدمات الموجودة والحمد لله بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمرك الحمد لله المستشفى على أعلى مستوى اللهم لك نقدم أحسن الخدمات الطبية المناسبة لكل المرضى الحمد لله رب العالمين والله الدكتور كان تبى صدق أنا ما شفت حد وهو ما يشكر على المستشفى روحه نعمة يبالها حمد وشكر إن رب العالمين نحن استوينا في هالبلاد فمفروض الآدمي من يشوف شيء زين لازم يشكر دكتور اللي ما يشكر لله ما يشكر اللي ما يشكر لعبده ما يشكر لله سبحانه وتعالى لازم تشكر الإنسان سواء لو حتى مسوي لك خدمة قلاصمة دكتور توك بخبر حضرتك إن عندنا كمان في قاعة مؤتمرات ممكن قوي أهل المريض يقعدوا فيها ويشاهدوا العملية الجراحية اللي بتتم لمرضهم والامور بتبقى يعني مباشر سبحان الله هذه الخدمه هذه مش موجوده في اي مكان لا مش موجوده في الامارات سبحان تقدروا تراوني انا دكتور والله احنا عندنا كمان في لونج مخصوص للمواطنين الحاملين بطاقات ثقه وده طبعا لخدمتهم السريعه مميزه وكذلك عملنا عيادات اطفال للطوارئ وعملنا عيادات مختلفه بالليل اي مريض عنده اي مشكله ممكن يشرف في الطوارئ مباشرة إن شاء الله
كل شكر لكم تقدير دكتور. الله يطول. بارك الله فيك. أنت بسيرون الله يحفظكم أستاذ عبد الغفار. هي نعم. بسيرون أبوي أنتوا الله يحفظكم. يعني الله يحفظ. أنا بعدني أبوي بسير أروي أبوي المتابعين. ما عني أرويهم السويتات والغرف والأجنحة اللي مالات شيء دلع. أنت لو تشوف اللي عنده. شفنا والله فلان يعني. شفتن؟ شيء بطرة بطرة. الله عليك. هي. الحمد لله. صراحة صدمه بشكل جميل يعني. هذا محمد ولد ولد حياة عبد الخالق خو الخوري، وهذا عبد الغفار ولد حياة عبد الخالق الخوري، يرانا الأول مدينة زايد. لولا مدينة زايد تتذكر؟ إيه. يلا دكتور أنت أكيد مشغول وعندك ارتباطات، نحن دكتور أنت برايك مرخوص وضروري أنا أجلس وياك إن شاء الله، تعرف متى؟ يمكن بعد العيد بثلاث أسابيع. معلومات وايد مهمة تهم المتابعين وتهم من سكن في هالبلاد ومن يزورها ومن يجيها، إن يعرفون معلومات أكثر عن المسجد. دكتور هذا صرف كبير، فالصرح الكبير هذا على الله يحفظك يبالي مدة طويلة شرح. إن شاء الله. فإن شاء الله أنك ما بتقصر. الله يطول. بارك الله فيك. راعي كلبة. شو اسمك انت ابويا؟ ناصر. ناصر زعابي. ما شاء الله عليك. الف لا باس عليك. انت وين مودني؟ نحن رايحين على صالة انتظار حاملي بطاقة ثقة. طبعا لهم صالة خاصة فيهم للانتظار. هي. هالمبنى الكبير هذا شو؟ هذا مسرح؟ هذا شو؟ اللي قدام هالكراسي كلهن؟ هاي الايفنتس اريا تبعنا. شو يعني ايفنتس اريا؟ يعني لما بيكون في حفلات يعني. يعني وقت تكون في حفلات للفروع تانية لأن حول المشفى وهم بتصير الحفلات. أيوة. هاي صارت ثقة. يا صلاح. يلا يلا. ها صلاح شو رأيك؟ فنان؟ أبوك هذا بيت معاريس. انا جاي على اساس اشوف الماكينه. هاي ما شفت ماكينه تشوف دعوه. شو صلاح؟ كوفي. كوفي قول لي هاي شو السبيشال فيها؟ شو المميز؟ هلا هي فيها حوالي 12 او 13 نكهه. انواع مختلفه. بيزات لو ببلاش؟ لا طبعا ببلاش، طبعا فري. حتى في هون كمان سناكس. ايوه في صلاح. هاي بس للي عندهم ثقه. بس للي عندهم بطاقه ثقه. هي زين بارك الله فيك. هي عيادة الأطفال الحين. ها هي عيادة الأطفال فاتحة 24 ساعة؟ فاتحة من الصبح بكير لآخر الليل لمنتصف الليل لساعة واحدة. ما شاء الله. إنها طوارئ أطفال ولا بس عيادة؟ العيادة العادية صح؟ هي العيادة العادية. طوارئ الأطفال موجودة بقلب الطوارئ، في عنا قسم خاص لطوارئ الأطفال. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي العيادة الوحيدة للأطفال؟ لا في عنا عيادة ثانية للأطفال موجودة بالطابق الثالث. غير عن هذه بعد؟ غير عن هذه. غير اختصاص ولا كلهم واحد؟ نفس الاختصاص بس عيادة ثانية. راك تبوك؟ تعبنا لصلاح. تعبان صلاح؟ لا لا. أبوي بالحياة صلاح هذا. يلا. هذا على الله يسلمكم الرويال سويت اللي أنا جاي مخصوص على سبه. جاي مخصوص على سبه هالمكان أنا. تدخل تيك عليك كل يمين هاي غرفة. غرفة المريض. غرفة المريض صح. كم مساحتها هذه الغرفة؟ هلا السويت بشكل عام كله. مساحة السويت كامل 600 متر. حوالي 600 متر. أيوة. الحين من غرفة المريض تي الصالة هاي. ها. شفت صلاح؟ إيه. فضي. جلس حبيبي. دين سير وينيك. زينة. شو هناك الحين؟ هون في غرفة نوم وفي غرفة الطعام وفي مطعم. طعام روحة. هاي غرفة طعام بروحة. على اليمين في غرفة نوم. أيوة. وهي صلنا في المطبخ. أيوة غرفة نوم بعلمها وخبرها. أنت متأكد إن هذا مش فندق؟ في حوالي خمس غرف نفس هاي الغرفة. خمس غرف في هالمكان؟ يا رب البيت والحرام. هذا المطبخ الخاص في ال. هذا المطبخ الخاص. يا ربي
تحت موجود غرفتين، الغرفة الرئيسية وبينهن الميلس العود هذا، صحيح، والغرفة والمطبخ وغرفة الملابس، صحيح. هذا الحين وين يوديك؟ هذا بيوجه للطابع الثاني. الجناح عبارة عن طابعين، طابع أرضي وطابع أرضي. عبارة الموقع هذا شو فيه حيمي؟ في ثلاث غرف نوم، هي وفي صالة الانتظار. هاي هاي الصالة، هاي صالة الانتظار، صالة الجلوس. الحين شيء من عقب الصالة، شيء غرفتين الطرف هذا. في غرفتين، صحيح، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. بندخل أول بادي اللي على اليسار. تبارك الرحمن. ممكن تفتح الحمام لو سمحت؟ We have the rainfall shower here, yeah, and the remote control for the washroom. So you can use this to wash, dry everything. ونزي ظهرنا الحين من القسم هذا. تمام. هني شو؟ كمان في غرفة نوم على اليمين وغرفة نوم ماستر على الشمال. ندخل أول اللي على اليمين. وكل حجرة بحمامها؟ كل حجرة بحمامها. أيوة. غرفة ملابس ودنيا. وهاي الخيبة ما شاء الله تبارك الله. هاي بك بلاد، هذا يوم يعني الرجال ويا حرمته يسكنون هني ولا؟ يكون الرجال يوم مريض تحت وحرمته فوق، ولا يوم الحرمة تحت الرجال فوق. يجيب عيلته كمان. يعني اللم ويا ولدها، كان ولدها ما بصاحي ولا شمل. تفتح الحمام لو سمحت. والله شيء وايد فنان. لكن ما شاء الله حجم الغرف وايد كبار، يعني بلاد. اي الغرف واسعة. شو السر؟ شو القصد يعني في الحجم هذا؟ ما هي الفكرة نفسها. شو السر الحجم هذا في الغرف؟ الفكرة انه مشان ما نخلي ضيوفنا تحس انه هم المشفى، فالفكرة انه لما تكون المساحة واسعة، الغرف واسعة، بصيروا يحسوا حالهم، مشان يحسوا حالهم انه هم مو بمشفى، المساحة الواسعة حتساعدهم كثير لانه يحسوا هالشيء. وانك يعني في شرات كانك في بيتك يعني. هذه الصاله هاي تخيل عيبتنا اكثر على اللي تحت. ايه الصاله هي واسعه كثير. هي انا احب الشيء الشرح، هب له واسعه شرحه. ايه صحيح. تشوفون هالسويت، سويت هالعود كد يلسك في اهم شخصيه على مستوى العالم العربي. يمكن أهم شخص طبيعي ما برو مذكره ولا برو مطري ولا برو مخبر منو، لأن متحلفين لي ما أطري منو. يلا صلاح، يلا بس من هالتفيزيرة خلاص. خبرني هذا الرجال يقول شيء ستة أنواع للغرف، هذا أرقى شيء وانت نازل عادة. شيء بوث مثلا هذا بو خمس غرف، شيء بو أربع، شيء بو ثلاث، شيء بو هنتين، شيء أمهات غرفة وصالة، وشيء غرفة عادية. شفتوا يوم بتدخل منتجع لك الخيار شو تبى. الحين انت في مستشفى وارجين حالمونه خدمه، ما بحق حد هي وحد لا، للكل منهم الجميع. للي عنده بطاقه ترى هذا يحصل، ترى انت البطاقه اللي تغطي الخدمات هذه. زين شو اسمك؟ قلت لي محمد. نسيت اسمك. زين اقولكم فاليوم الحين انا محمد شفنا هذا الموضوع، بنيكم ان شاء الله عقب رمضان بعشر ايام، رمضان تقريبا باسبوع او عشر ايام عقب العيد يعني، وبنشوف الاماكن اللي من غير بني انا بصلاح. شو رايك صلاح؟ زين يا مرحبا. جيت اقول لكم الميلس المشرف للجماعه. زين لقيت الرجال هذا اللي تشوفونه، كان يقول لي خالد تحمل تصور. قلت له ليش؟ عاده ما تبغاني اصور. من اهل المدينه الغربيه، قايل ابوي حق اهلي اني انا ساير بي. ما ادري وين قال، ما قال من بي. شو اسمه الرجال هذا؟ شو اسمك؟ ها؟ لعب حكم اسمك المنصوري؟ صورتك من الصبح الحين وصلت الاخبار كلها. انزين انت شو قايل لهم الحين؟ هاك وين ساير؟ قال له رايح العمره، والعمره طلعت المشرف. وطق ورق. ما عليك باس. والله انت اللي بطيح الحي. حط حيلهم بينهم. لا اله الا الله. الله يحاسبك. الله يحاسبك. انا ما عندي حدود.
الشيبه بسعيد بسعيد الشيبه لا ينطر لك عرج لا خليتك لا ينطر يا كذب يا سيلعب ورقه محاضره دي وين الطريق وين بنروح وين مسارنا ومتى الرحله يا وما كذبك ما شاء الله عندنا مطيه ويلا ما كذب يا الله يا ابوك يا اني اكذب ولا صك القران ولا قرا ولا صلى اصلا يلعب ورقه زنجفه ريج لعب ورقه من يصبح لين يمسون بالضبط اكثر من نص ساعه ابو على هالحاله نص ساعه بالضبط الله يا ابوك نص ساعه وانت يا سحينه نص ساعه وانت يا يقرا قران يا قران يا الكذب